المسجد الأقصى المبارك بكل جدرانه، بكل جهاته الأربعة، بكل نواحيه، بكل ساحاته، هو مسجد أقصى. هناك مخططات قديمة جدا مع بداية المشروع اليهودي أو الصهيوني على أرض فلسطين، مع قيام هذه الدولة يرمي هذا المشروع إلى بناء الهيكل المزعوم في المسجد الأقصى المبارك. هناك الحمد لله يعني مؤسسات إسلامية مباركة قامت، خاصة مؤسسة الأقصى التي ترعاها الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، والتي تبتكر بين الفترة والأخرى الأفكار الإبداعية من أجل ربط الناس بهذا المسجد عموما. من هذه المشاريع كانت مسيرة البيارق التي معناها يعني تسيير حافلات يومية إلى المسجد الأقصى المبارك، وتسهيل طريق الوصول إلى الأقصى من أجل إبقاء المسجد الأقصى المبارك في حالة من العمارة. وجود المسلمين باكرا، خاصة الوجود الباكر ما قبل صلاة الظهر وفي ساعات الظهيرة وفي ساعات الصباح، وجودهم في المسجد الأقصى المبارك في هذه الساعات التي يطمع فيها الزاعمون للهيكل أنه لا يوجد مسلمين هناك، كانوا دائما يقضون مضاجع هؤلاء اليهود الذين يريدون تأدية الطقوس. لما تكون الساحات فاضية مش بتكون هي فرصة سهلة لليهود إنهن يأخذوا قسم من هذا المسجد ويعملوا فيه هيكل؟ وإنه يعملوا فيه هيكل هذا معناته إنه إحنا فرطنا في الأمانة. وجود المسلمين أولاً يشوش عليهم راحتهم في أخذ ما يريدون من هذا المسجد المبارك، هذا يشوش عليهم، وهذا الأمر جعلهم يستعملون قوة الجيش من أجل قمع المصلين حتى يأخذ اليهود راحتهم في الصلاة. فإذا سكت المسلمون على دخول اليهود أولا، فسوف يكون بعد ذلك لهم مجال أن يأخذوا قسم من المسجد الأقصى المبارك فيما يسمونه هم التقسيم المكاني، يعني يقتسموا المكان بينهن وبين المسلمين. وقبل ذلك ذكروا في لجنة وزارية معروف في الكنيست مشروع التقسيم الزماني، بمعنى أنهم يريدون إدخال اليهود في وقت يخرجون فيه المسلمين، وهذا الذي أفشله هو وجود المسلمين ورفضهم الخروج من المسجد، بل والرباط داخل المسجد رغم تلك كل القوة العسكرية التي مورست ضد المرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك. أهمية استمرار تواصل المسيرة البيارق وحمل المصلين والمسلمين من شتى بلاد فلسطين المباركة إلى المسجد الأقصى المبارك هو دوام الحفاظ على هذا المسجد من أن تمتد إليه أيدي الطمع التي تطمع حقيقة في أن لا تجد في المسجد الأقصى المبارك عمارا ومصلين يعني يحافظون على هذا المسجد من تواجد غير المسلمين المستمر والمتواصل. فالمحاولات حثيثة وتزداد وتيرتها مع الأيام كما نلاحظ بشكل يعني كبير جدا لإحضار اليهود الذين يزعمون أحقيتهم في هذا المكان، إحضارهم إلى المسجد من أجل وضع يد يعني على هذا المسجد من خلال طبعا بناء كنيس أو بناء أو أخذ جزء من هذا المسجد. إحنا رغم كل الأحداث اللي بتكون والظروف بنظلنا مستمرين إن شاء الله، بل نزداد على هذا الأمر وعلى هذا الحق ونثبت عليه بإذن الله سبحانه وتعالى.